آخر تطورات ملف إعادة مباراة مصر والسنغال. شطان إعادة مباراة مصر والسنغال مستحيل. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. آخر تطورات ملف إعادة مباراة مصر والسنغال. كشف مصدر داخل مجلس اتحاد الكرة المصري عن آخر تطورات بشأن القرار المنتظر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والخاص بشكوى مصر ضد السنغال والمطالبة بإعادة المباراة. وقال المصدر أن اتحاد الكرة يحاول التواصل مع مسؤولي فيفا من أجل معرفة آخر تطورات بشأن الشكوى. وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة مهتم بشكل كبير بهذا الملف نظرا لأهميته لدى الشارع المصري الرياضي، وشدد اتحاد الكرة سيعلن عن أي جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن القرار من المحتمل عدم صدوره اليوم مثلما كشف عامر حسين في تصريحات أمس. ويجهز الاتحاد المصري لكرة القدم لأكثر من سيناريو حال رفض لجنة الانضباط إعادة مباراة مصر والسنغال. وبشأن السيناريو المنتظر، قام مجلس اتحاد الكرة بإعداد ملف خاص للتقدم به للمحكمة الرياضية الدولية للتصعيد في شكوى ضد السنغال والمطالبة بإعادة المباراة. وينتظر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم قرار لجنة الانضباط والذي سيصدر خلال ساعات من أجل التحرك للمطالبة بحق منتخب مصر حال الرفض. ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القرار النهائي بشأن إعادة المباراة أو من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يعد اليوم الخميس 21 إبريل هو الموعد المنتظر للقرارات مثلما أشارت العديد من التقارير. اتحاد الكرة أكد في تصريحات أمس الأربعاء أن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مش لازم بكرة، ما فيش موعد محدد، قدمنا أوراق وناس كتير من الجماهير ساعدتنا اللي كانت متواجدة في الملعب. وواصل مراقب المباراة سجل كل شيء حدث سواء خارج الملعب أو داخله، مهمة المراقبين الآن أن يثبتوا كل شيء يحدث صوتا وصورة وطريقة دخول الجماهير والعملية التنظيمية خارج وداخل الملعب. واستكمل، قدمنا كل الأوراق في الملف بتاعنا وذكرنا كل ما كتب في الدول الخارجية عن المباراة في ملف واحد وأرسلناه للجنة. شط عن إعادة مباراة مصر والسنغال مستحيل. أكد عبد المنعم شط عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يتمنى إعادة مباراة مصر والسنغال في محاولة لإنصاف الفراعنة وإعطائهم حقهم، لكن يرى أن هذا الأمر مستحيل من وجهة نظره. وتابع عبد المنعم شط في مداخلة هاتفية ببرنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة ETC، التقرير الأمني الذي وصل إلى لجنة الانضباط لا يحمل أي شيء ضد الجانب السنغالي، بما يمنح اللجنة فرصة لإصدار قرار بإعادة مباراة مصر والسنغال، مؤكدا أن المباراة سارت بشكل طبيعي وتم استكمالها للنهاية قبل قرار الفيفا بماذا تنص اللوائح في قضية إعادة مباراة مصر والسنغال. تترقب جماهير الكرة المصرية قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن طلب مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية لتصفية كأس العالم في قطر 2022. اتحاد الكرة قدم شكوى رسمية إلى الفيفا وطلب بإعادة مباراة السنغال قياسا لما تعرضت له البعثة المصرية من محاولات اعتداء من الجماهير على لاعبي المنتخب المصري. وكان منتخب مصر خسر أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعدما فاز الفراعنة في الذهاب بهدف دون رد وخسر في الإياب بنفس النتيجة. وتناولت المادة 16 من لائحة الانضباط المخالفات التي تستوجب العقوبة وتتمثل في محاولة اقتحام الملعب أو إلقاء أي شيء من المدرجات أو استخدام الألعاب النارية والليزر واستخدام الإشارات والكلمات لنقل رسائل سياسية أو دينية تتعارض مع طبيعة الحدث كمباراة كرة القدم أو التشويش على السلام الوطني، وكذلك الاضطرابات التي يمكن أن تحيط بملعب المباراة. ووضعت لائحة الفيفا 4 عقوبات تتعلق بهذه المخالفات، تبدأ بالتحذير والتوبيخ والغرامة وسحب اللقب، وتمتد إلى الإيقاف ومنع المشاركة في أي نشاط متعلق بالكرة أو لعب المباريات بدون جمهور واللعب خارج أرض الفريق المعاقب أو إلغاء النتيجة والاستبعاد والإعادة أو خصم النقاط أو النزول للدرجة الأدنى بالنسبة للفريق في المسابقات المحلية، ثم الغرامة التي تتراوح بين 100,000 إلى 1,000,000 فرنك سويسري مع التأكيد على جواز الجمع بين عدة عقوبات معنا. مصر والسنغال متى تلعب المباراة إذا انتصر الفيفا لشكوى المنتخب الوطني؟ يتساءل العديد من جماهير الكرة المصرية عن موعد مباراة مصر والسنغال لو صدر قرار بإعادتها من لجنة الانضباط.
وهو القرار المنتظر صدوره غدا الخميس. وإذا انتصرت لجنة الانضباط بالفيفا للشكوى المقدمة من اتحاد الكرة، ستلعب المباراة في الأجندة الدولية المقبلة في الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو المقبلين، حيث من المنتظر أن تلعب باقي مباريات الملحق المؤهل للمونديال في هذا التوقيت. وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال على بطاقة الصعود لكأس العالم قطر 2022 وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية بدأت بتعمد تأخر وصول أوتوبيس منتخب مصر للملعب لأكثر من 75 دقيقة فضلا عن التعدي على الأوتوبيس المرافق لبعثة منتخب مصر، ورفض مراقب المباراة تأجيل اللقاء ثم الهجوم الجماهيري بالألفاظ والإشارات الخارج على اللاعبين وتحديدا محمد صلاح. وقام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة في ملعب دكار وتسليطه على اللاعبين، وهما تنقلته الصحف المواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك. ويترقب اتحاد الكرة صدور قرار من لجنة الانضباط بإعادة المباراة، وحال عدم صدور قرار بذلك الأمر سيتم رفع الأمر للمحكمة الرياضية وهو ما يتم تجهيز له حاليا من قبل الإدارة القانونية باتحاد الكرة ممثلة في المستشار القانوني للجبلية محمد المشاطة الذي يجهز ملفا متكاملا حول مباراة السنغال. عاجل إنفانتينيو يحسمها شوبير يزف بشرى سارة بخصوص إعادة مباراة مصر والسنغال. زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة بخصوص إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفية كأس العالم 2022. وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس: خبر خاص على مسؤوليتي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أبلغ المقربين منه أنه سيتم اتخاذ قرار هام بخصوص مباراة مصر والسنغال. وتابع شوبير: إنفانتينيو أكد للمقربين منه أنه سيبحث ويدقق بشدة في كل تفصيلة تخص أزمة مباراة مصر والسنغال، وكذلك أشار إلى أنه سيتخذ قرارا حاسما ليس روتينيا. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بشكوى للفيفا طالب خلاله بإعادة مباراة مصر والسنغال لما تعرضت له بعثة منتخبنا القومي من مضايقات عديدة أثرت على نتيجة مواجهة داكار. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب تأخر رد الفيفا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.